من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. عضو بالكونغرس: الإرهاب الأقل احتمالاً في حادث الطائرة. وصحيفة إيطالية: هناك من يحاول تدمير علاقات القاهرة بأوروبا. القضاء الإداري: إجبار المواطنين على التبرع إتاوا. النقل العام: لا زيادة في سعر تذكرة الأوتوبيس. وإليكم تفاصيل النشرة. شبهة الإرهاب هي الأقل احتمالاً في حادث الطائرة المنكوبة، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين حكوميين في واشنطن ناقشوا حادث الطائرة المصرية، حيث قال النائب الديمقراطي آدم شيف عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: لقد بحثنا الإشارات الاستخباراتية ولم نصل إلى دليل قوي على وجود عمل إرهابي. على جانب آخر، علقت صحيفة سيسيليا نوفورماسيون الإيطالية على حادث الطائرة المنكوبة، مشيرة إلى أن هناك محاولات من جهات مجهولة لضرب العلاقات بين مصر وأوروبا، موضحة أن تلك الجهات المجهولة قامت بمحاولة ضرب العلاقات بين مصر وإيطاليا على خلفية قضية ريجيني ثم فرنسا التي تعتبر أفضل شريك لمصر بعد إيطاليا. وقالت الصحيفة: عندما ترى تلك الجهات قوة علاقة مصر مع أي دولة أوروبية فإنها تسارع إلى تدميرها. قضت محكمة القضاء الإداري في الأسكندرية ببطلان تحصيل محافظ البحيرة 3 ملايين جنيه على سبيل التبرع الإجباري ل 150 مواطنا بالبحيرة كمقابل لمنحهم تراخيص بناء، وألزمت المحافظ برد تلك المبالغ للمواطنين وإلزامه المصروفات. وقالت المحكمة: لا يجوز للمحافظين تحصيل أي مبالغ من المواطنين تحت مسمى تبرع أو خلافه، لأن ذلك يعد إتاوة دون سند قانوني. لا زيادة في سعر تذكرة الأوتوبيس. فقد أكدت هيئة النقل العام بالقاهرة أنه لا تغيير في أسعار تذاكر الأوتوبيس، موضحة أن سعر تذكرة الأوتوبيس الأزرق 2 جنيهان والأحمر 1 جنيه، مشددة على أنها لم تدرس على الإطلاق زيادة أسعار التذاكر ورفعها إلى 3 جنيهات حتى مع دخول أوتوبيسات جديدة للخدمة. الفن في خدمة المجتمع. فقد قام عدد من الفنانين التشكيليين المصريين بالتعاون مع شركة إيطالية بإقامة مزاد علني لبعض أعمالهم الفنية في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لجراحات القلب. وقال الفنان محمد عبلة أحد المشاركين في المزاد: إن الأعمال الفنية التي تم بيعها حققت نحو 1 مليون جنيه لصالح المستشفى. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرة أخرى بإذن الله.